السلام عليكم الاخوان. دائما منتخب المغرب الاخوان تيشرف المغرب افضل تشريف كاس العالم، وبهذا المونديال ديال قطر غادي يكون المنتخب ديالنا هذه السادس مشاركه ديالو في كاس العالم. وبالمناسبه الاخوان هذه ثاني مره اللي غادي يشارك فيها المنتخب جوج مرات على التوالي. بهذا الفيديو الاخوان غادي نفتتحوا الفيديوهات ديالنا اللي غادي نبداوهم على كاس العالم ان شاء الله. وفي هذا الفيديو هذا الاخوان غادي نشوفوا افضل اربعه ديال الماتشات اللي دازوا في تاريخ منتخب المغرب في كاس العالم، اربعه ديال الماتشات اللي خلاو المغاربه كاملين يفتخروا باللي عندهم واحد المنتخب بحال منتخب المغرب. يا اخوان نمشيو نبداو هذا الفيديو ديال هذا النهار. هبط دابا الكومونتيرات وكتب لي التوقعات ديالك المنتخبات اللي غادي تاهلوا في كاس العالم، وافضل كومونتيرات وافضل توقعات غادي نهز منهم اختيارات ديالكم وغادي نحطهم في فيديو خاص. وثاني حاجه ما تنساش معاك ديك اللايك وتبارطاجي الفيديو مع صحابكم. يلا اذا كنتم مستعدين نبداو. نبداو يا اخوان القائمه ديالنا بالمونديال ديال 1986، واللي ما كيعرفش باللي في 1986 كانت اقوى نسخه للمنتخب المغربي في تاريخ كاس العالم. الماتش اللي كان جمع المنتخب المغربي بالمنتخب المانيا الغربيه، وكما كنعرفوا في 1986 كان المنتخب المانيا الغربيه هو اللي حكمها في اوروبا. وبكل صراحه يا اخوان في ديك الموسم هذاك راه كان المانيا الغربيه راه واحد المنتخب اللي مرعب ديال بصح. وقبل ما ندخلوا هذا الماتش هذا كلشي كان تيعرف باللي المنتخب المغربي منتخب قوي، ولكن يا اخوان كلشي كنت يعرف بلي منتخب المانيا منتخب اللي كان قوي بزاف وعلى الاقل غادي يضربنا بشي 3-0. ولكن الاخوان اللي دخلنا الماتش راه تبدل كلشي تقريبا. في ديك الماتش الاخوان بدينا تنشوفوا المانيا الغربيه هما اللي مدافعين ومنتخب المغرب هو اللي مسيطر هو اللي تيلعب كره. المنتخب المغربي في ديك الماتش هذا قدم واحد المستوى اسطوري اللي يمكن يحسد عليه اي منتخب. والمشكله الاخوان في ديك الماتش هذاك وكيف ديما وهي النقطه السلبيه اللي عند المنتخب. في ديك الماتش هذاك ما كانش عند المنتخب المغربي واحد لاعب لي راس حرب اللي غادي ماركي الكره للمنتخب، وبقينا تنلعبوا في ديك الماتش وتنضيعوا الفرص حتى ماركوا علينا المانيا الغربيه في الدقيقه 88. وتصوروا الاخوان شو منتخب ماركي عليك في الدقيقه 88 كيفاش غتحس. وتنشوفوا الاخوان فروق كبيره اللي تيضربوا عليها التعادل في الدقيقه 90 تيمشيو الاشواط الاضافيه راه تيتقصاو، لان الاخوان ديك التوقيت اللي تضرب فيه البيت راه تيقتل النفسيه ديال اللاعبين كلهم. ولكن الاخوان الصراحه في ديك الماتش هذاك منتخب المغرب دار ماتش ديال التاريخ، واستطعنا مع منتخب اللي كانوا تيقولوا عليه مرعب وغادي نخسروا بثلاثه ولا 4-0 صدقنا حنا اللي تيلعبوا عليه. ولو تقصنا في ديك الماتش ولكن تيبقى اجمل ماتش يمكن نتفرج له في منتخب المغرب. نمشيو دابا الاخوان للمركز الثالث وبالضبط في مونديال ديال فرنسا، وهذا المونديال هذا تقريبا الناس اللي في عمرهم فوق 30 عام كلهم تفرجوا فيه. وبالضبط الاخوان هذا المونديال هذا كان في 1998. تما الاخوان في ديك المونديال هذاك اللي ما تيعرفوش بزاف ديال الناس منتخب المغرب كان تعرض لواحد الخيانه. المنتخب ديالنا في ديك الموسم هذا كان جا ضد اسكتلندا والنرويج والبرازيل، وكما تعرفوا المنتخب البرازيلي في ديك الوقيته هذيك بقياده ديال رونالدو كانوا هما اللي حاكمينها. الماتش الاول المنتخب المغرب كان واجه النرويج وكانوا تعادلوا بجوج لجوج. الماتش الثاني كان المنتخب المغرب واجه البرازيل وكانوا خسروا ب 3-0. ايه ماشي مشكله، منتخب البرازيل منتخب اللي قوي مستحيل تربحوا في ديك الوقيته هذيك. بقى لك واحد الماتش المتوسط ضد اسكتلندا، اذا ربحتي فيه غادي تاهل، ولكن بالمقابل كان عندك واحد الخيار واحد البرازيل تربح ولا تتعادل مع النرويج. منتخب المغرب الاخوان في ديك الماتش قدم افضل ماتش يمكن نشوفها للتاريخ. ديك الماتش كان المنتخب ربح اسكتلندا ب 3-0، ماتش اللي كان اداء ونتيجه افضل ماتش يمكن تفرج فيه المنتخب المغربي. وتصور الاخوان الماتش وصل حتى الدقيقه 80 والمغاربه كلهم فرحانين وعارفين راسهم غادي يتاهلوا. ولكن الاخوان اللي وقع في الدقيقه 81 كان النرويج جابوا التعادل على البرازيل، وفي الدقيقه 86 عاوتاني النرويج كانوا جابوا البيت على البرازيل وربحوا بجوج لواحد. تصور الاخوان منتخب بحال النرويج يربح لك منتخب بحال البرازيل، وهذا بالنسبه لي كانت افضل ماتش بالنسبه للمنتخب المغرب. وبالمقابل كانت اكبر خيبه امل اللي يمكن تصيب اي واحد يشجع شي منتخب، لان الاخوان تضرب شي منتخب اداء ونتيجه ب 3-0، وبالمقابل ديك المنتخب الضعيف يضرب لك منتخب بحال البرازيل بجوج لواحد، راه تتبقى الاخوان اكبر خيبه امل يمكن يعيشها اي مغربي. وهنا اللي غادي يجي واحد السؤال اللي باقي تيتعاود حتى لدابا، واش منتخب البرازيل والنرويج كانوا متفقين على منتخب المغرب ولا لا؟ نمشيو دابا الاخوان للمركز الثاني وبالضبط عاوتاني المونديال ديال 1986. اصلا الاخوان هذا المونديال هذا كما تنقول لكم كان اسطوري للمنتخب. فهاد النسخه هذه كان المنتخب المغربي طاح مع اقوى المنتخبات اللي يمكن يواجههم اي منتخب. كان طاح في ديك المجموعه مع بولندا والبرتغال وانجلترا، واقوى ماتش واجمل ماتش ديال المنتخب في دور المجموعات كان ضد منتخب البرتغال. صور الاخوان المنتخب البرتغال في 1986 كان عنده اقوى نسخه ليه. النسخه ديال البرتغال ديال 1986 احسن من النسخه ديال البرتغال اللي كاينه حاليا.
مليان. منتخب المغرب كان في ديك المجمع هو ديك الضحيه اللي كما تنقول غادي ياخذوا منه النقاط، ولكن يا اخوان وقع العكس تماما وزق المنتخب وليت ياخذ منهم النقاط. اول ماتش ضد بولندا كانوا تعادلوا ب 0-0، ثاني ماتش اللي كان حاسم ضد بريطانيا عاوتاني كانوا تعادلوا ب 0-0، ثالث ماتش اللي كان حاسم وخاص ضروري المنتخب يربح كان مواجه البرتغال، والصوره يا اخوان في ديك الماتش هذا كان ربح المنتخب المغرب ب 3-1. ايه المنتخب المغرب ديك النسخه هذيك كان ضرب البرتغال ب 3-1. وبكل صراحه الحقيقه اللي مايمكنش ينكرها حتى شي واحد باللي منتخب المغرب دائما تيوقف في الحلق ديال المنتخبات الاوروبيه، وهادشي يا اخوان شفناه حتى في اخر نسخه ديال الكاس العالم. في ديك الماتش هذا كان ماركا عبد الرزاق خيري بيت في الدقيقه 19 وفي الدقيقه 21، وزيد عاوتاني عبد الكريم كريمو كان ماركا في الدقيقه 62. وبكل صراحه الاخوان في 1986 كان المنتخب المغرب واحد المنتخب اللي تيخلع كلشي. نمشيو دابا الاخوان الماتش الاسطوري وافضل ماتش كان في تاريخ ديال المنتخب. افضل ماتش ديال المنتخب في التاريخ كان في اخر ماتش لعبوا المنتخب في مونديال، وافضل ماتش بالنسبه ليا هو الماتش ديال المنتخب اللي كان ضد اسبانيا. صوروا الاخوان راك تتهضر على المنتخب اسبانيا افضل منتخب في العالم تقريبا، وزيد الاخوان عاوتاني منتخب اسبانيا دائما عنده افضل نجوم اللي كاين في العالم كامل. واش عرف الاخوان باللي منتخب المغرب في مونديال ديال روسيا كان طاح في مجموعه اللي صعيبه بزاف، مجموعه اللي فيها اسبانيا والبرتغال وايران، واضعف حلقه كان في هذا المونديال هذا هو المنتخب الايراني، ولكن للاسف المنتخب الايراني ما قديناش نربحوه وخسرنا معاه. ولكن الاخوان الماتش ديال اسبانيا هو خلينا احنا كمغاربه نفتخروا بمنتخب بحال المغرب، ماتش اللي تقاتلوا فيه 11 لاعب كلهم من اجل بلادهم. في ذاك الماتش هذاك شفنا سفيان امرابط كيفاش تيتقاتل على التوني، وشفنا كيفاش ضرب ديك الكره الصاروخيه اللي ضربات في البرا، وشفنا سفيان نصيري كيفاش ماركا البيت بين راموس وبيكي. وبكل صراحه لولا الظلم التحكيمي كنا غنربحوا هذا الماتش هذا بكل سهوله، ولكن يا اخوان كما تنقولوا الكره هذه وما عندنا ما نديروا. ولكن يا اخوان بكل صراحه ديك الماتش هذاك عمره ما يتنسى لينا احنا كمغاربه، لان يا اخوان شفنا منتخب المغرب قادر يربح اقوى وافضل منتخبات اللي كاين في العالم. وزيد عاوتاني يا اخوان منتخب المغرب راه في التاريخ دائما تيطيح في مجموعات دائما قويين، وحتى في هذا الموسم هذا شفنا القرعه كيف جابتو عاوتاني ضد منتخبات اللي قويين. واش كتصور باللي منتخب المغرب غادي يدير بحال المنتخب ديال 1986؟ واش غتشوف بعينك باللي المنتخب غادي يتاهل ثم النهائي ولا لا؟ هاد السؤال هذا جاوبني عليه بكل صراحه في كومونتيرات. واذا وصلت الاخوان ثلاث نقطه هذه ما تنساوناش لايك الفيديو، واهم حاجه يا اخوان ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم. اوف تريكه معكم حفيظ وتهلاو.